في مثل هذا اليوم وقبل 9 سنوات سطر المصريون ملحمة عظيمة عندما خرجوا جميعا على قلب رجل واحد في الشوارع والميادين معلنين رفضهم لاستمرار حكم جماعة الإخوان الإرهابية في ثورة 30 من يونيو. ومنذ ذلك الحين خطت مصر خطوات ثابتة تجاه استعادة بناء الدولة ليظل يوم 30 من يونيو يوما خالدا في وجدان المصريين جيلا بعد جيل وشاهدا على ما تحقق من تنمية. شعب مصر العظيم، أيها الشعب صانع الأمل وقاهر المحن والشدائد، ثورة 30 من يونيو المجيدة، تلك الثورة التي استعاد بها الشعب المصري هويته وصوب بها مساره. في ذلك اليوم المشهود انتفض ملايين المصريين نساء ورجالا شيوخا وشباب ليعلنوا أنه لا مكان بينهم لمتآمر أو خائن. لقد أكدت ثورة 30 من يونيو عدم إمكانية فرض الأمر الواقع على الشعب المصري، وأن من يتخيل نجاحه في تحقيق ذلك يكون واهما. فإرادة الشعب المصري أصبحت هي القوة المحركة التي تحدد مصير الوطن. قمنا على مدار الأعوام الماضية بإطلاق سلسلة متكاملة من المشروعات القومية في كافة المجالات والقطاعات. أؤكد لكم أننا نعمل جاهدين على تحقيق آمال الشعب المصري في توفير الواقع الأفضل الذي يستحقه. أن مصر قد وجدت طريقها إلى التنمية الحقيقية مدعومة باصطفاف ودعم شعبها العظيم، والانطلاق نحو مستقبل أفضل لكم ولأبنائكم، مستلهمين في ذلك روح ثورة 30 يونيو المجيدة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.